تقول ورايا تحيا مصر، تعرف تقول ورايا كلمة ضمير، تعرف تقول ورايا كلمة بحبك، تعرف تقول ورايا ظريف وعظيم. من القاهرة دينا، مساء الخيرات، ازاي حضرتك؟ مساء الفل يا صديقي، كل سنة وحضرتك طيبة. وانت بألف صحة وسعادة يا رب. وبعدين اتفقنا من غير حضرتك دي، ولا عيب تناديني باسمي على طول؟ حاشا لله ان انا اقول كده، انا بس بتصل اعزم حضرتك على الغداء انت والتيم عشان نخلص الموضوع بتاعنا. انا صعب عليا جدا اليومين اللي جايين علشان العيد. بس انا قلت اتصل اقول لك كل سنة وحضرتك طيبة، وان شاء الله بعد العيد نتقابل عشان نكمل شغلنا. اظن متفقين. اتفقنا. انا لما بروح امضي اي كتاب في امريكا، في استراليا، في اليابان، في اي مكان في الدنيا، يقولوا له امضي بالعربي. وبالتالي اما تعتز باللغه بتاعتك وتتكلم عربي هتحتفظ بالهويه بتاعتك، هتبقى سعيد جدا بكده. لانك لو قلت لاي حد في الدنيا انا مصري هيقولك كلمنا عربي. بتعمل ايه يا كريم؟ بفتح موقع وزاره الهجره عشان عايز اعمل تقديم عن رحلتي لمصر وبرنامج وزاره الهجره لما ارجع امريكا. فأنت عايز تستكشف موقع الوزارة؟ أستكشف يعني أشوف وأدور وأعرف؟ بالظبط كده، بنقول استكشف أو اتصفح الموقع. يلا واحد اتنين تلاتة. ها إلو إيه وعليه دولة وإلو إيه بالسما حاجة، إلو إيه وعليه دولة وإلو إيه. برافو برافو يا زياد، كلنا ممكن أفابلودي يا زياد. برافو يا زياد. أنا اسمي إريك، أنا من مصر وألمانيا، وأنا عندي 12 سنة، واتولدت في مصر. وأما كنت سنتين مشيت من مصر ورحت لألمانيا. أنا اسمي كلارا، أنا مولودة في مصر بس عايشة في كندا ليا فترة طويلة. أنا بدرس في كلية الطب وبتكلم في البيت عربي معاكي. هاي أنا اسمي جيسيكا، أنا مولودة في كندا ولما أنزل مصر عايزة أتكلم عربي. أنا اسمي أنجلينا، اتولدت في كندا، لما أنزل مصر أتكلم عربي. أنا اسمي مارينا، اتولدت في كندا، أنا عايزة أتكلم عربي. أنا اسمي كريستيانو، وأنا مولود في كندا، وأنا بحب أتكلم عربي، وأنا بحب مصر قوي. انه مصر بلدكم دي حلوة قوي، عندنا الكنيسة وعندنا الجامع، كلنا 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 مع بعض هنا في مصر، كلنا حاجة واحدة. الأسمرات ده عبارة عن buildings كبيرة بشقق، and guess what it is full furnished for them، كل حاجة موجودة فيها. عايزة أشوف حاجة في البيت ليها دعوة بمصر. تكلم عربي بتوصل بينا. اول حاجه فرحان جدا اللي هنا في مصر، فرحان اللي قدرت اسافر على مصر. الكلام مش الحروف، ده عيون مليانه اشوف. لغة بلادك يعني ذاتك، تحررك من أي خوف. الكلام مش الحروف، ده عيون مليانة أشوف. لغة بلادك يعني ذاتك، تحررك من أي خوف. اتعلم واتكلم عربي، هنا أهلك، حضنك يقولولك بيتك ومكانك.
الطفل الجميل لورنس فهمي. لما اتكلمنا مع لورنس اكتشفنا اننا عاملين البرنامج وعاملين مبادرة اتكلم عربي كلها كده على بعضها عشان اللي زي لورنس، عشان حالة لورنس ما تتكررش. لورنس طفل مصري لكن لانه عايش بره مصر نسي العربي خالص. لورنس هو الطفل المثالي لمبادرة اتكلم عربي، لان كل مصري عايش بره لازم يعلم ولاده من السن ده ازاي يتكلم عربي. حاولنا مع لورنس كتير وبالعافية قدر ينطق شوية كلام عربي. جس كفتة. كمان سيادة النائبة دينا عبد الكريم حاولت تطلع العربي من لورنس، إن شاء الله حتى الأرقام. أنا بحبك أهرامات. ما قدرناش نكمل مع لورنس، وإلا المبادرة كان هيبقى اسمها تكلم إنجليزي، لكنه وعدنا إنه هيتعلم عربي. ومع إن دينا عبد الكريم متعودة إن هي اللي تسأل الأسئلة، لكن النهاردة هنغير الواقع ونخليها تقف في وش المدفع، قصدي في وش الميكروفون. بلادي وفيها وخف وفؤادي رز كفتة فراخ. تعرف تقول اتكلم عربي؟ كلمة عربي. Thank you Lawrence. You're welcome. علشان نتأكد ان اولادنا مش هينسوا اللي تعلموه، صممنا تطبيق اتكلم عربي بطريقة علمية اللي من خلالها بنقدم لهم الحروف والكلمات في أوقات محددة وبنكررها أكتر من مرة علشان نضمن إنهم يحفظوها وتفضل في ذاكرتهم باستمرار. وبكده هنساعد أولادنا يسمعوا ويتكلموا ويقروا ويكتبوا عربي.